اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنشوف النهارده احدث شقه من شركه انجاز. الشقه ما شاء الله مساحتها كبيره جدا، مساحه الشقه 190 متر. هنشوف احدث الوان الحوائط لسنه 2023 واحدث الديكورات، وهنديكم شويه نصايح كده في اختيار الوان الدهانات. طبعا الوان الفاتحه من احلى الالوان وبتدي بهجه للمكان، وخصوصا الالوان الطبيعيه زاهيه وجميله كده. فنتفق ان اختاري الوان دهانات شقتك فاتحه، تمام، اللي هي الحاجات الالوان المشتقه من الوان الطبيعه اللي هي البيج. طبعا البيج ده لون تقليدي. لو انت بقى حابه تكسريه او تغيري المظهر التقليدي اللي هو اللون البيج والكريمي ده، ممكن ادخل بقى معاه الوان تانية او رسومات حوائط جميلة بالوان غامقة طبعا، بس يفضل تكون حيطة واحدة بس. مثلا ممكن اللون الكريمي يبقى الحوائط كلها، وندخل مثلا حيطة باللون البستيل الهادية والوان الاستيمون، يعني مثلا الحوائط كلها لون كريمي وحيطة واحدة مثلا باللون استيمون او البستيج او درجة من درجات الكافيه او الجري او الاصفر الكناري. كل الالوان دي برضو حلوة ومبهجة يعني للمكان. كمان ديكورات الخشب والمرايات، طبعا المرايات بتدي وسع جميل جدا المكان. تشوفوا هنا عامل مراية وعامل حواليها لون اسود، مختار حيطة واحدة بس غامقة، لكن هتلاقي الشقة كلها باللون الكريمي مدخل. طبعا ديكورات الخشب ما شاء الله جميلة قوي، عطية منظر حلو. طبعا ديكورات الجبسون بورد تقريبا سادة مفيش، والنجف مودرن بسيط مفيش شغل كتير جدا. الفخامة مش معناها انك تعملي شغل كتير وديكورات كتيرة واسقف جبسون بورد كتير، بالعكس في حاجات لمسات بسيطة بتدي بتخلي الشقة احلى من الديكورات الكتيرة والزحمة والدوشة. شوفوا الشقة فخمة جدا وفي نفس الوقت سيمبل قوي. الالوان الغامقه ممكن نختار برضو اللون اللي هو الارجواني الغامق، واللون الازرق برضو من الالوان الطبيعه وحلو، يعني في الازرق بقى بدرجاته، والزهري الكحلي، درجه البيبي بلو بحبها بس في غرف الاطفال بتبقى حلوه قوي، وبحبها كمان في المفروشات والاساس في الليفينج طالعه موضه جدا. طبعا من الوان الحوائط برضو اللي ممكن نحطها اللون النبيتي الغامق، حيطه واحده برضو بس مع اللون الكريمي طبعا، برضو حلو قوي. والدرجة البنيات برضو من الالوان اللي مش بتبطل، والكافيهات بدرجتها برضو مش بتبطل خالص وبتناسب اساس كتير. طبعا الستيل برضو اما بيدخل في الدهانات بتتعمل ديكورات في بعض الحوائط برضو حلو قوي. هنا بصوا المكتبة خشب، ما عملوش مكتبة جبسون بورد طبعا، ده عشان ما شاء الله مساحة المكان زي ما قلنا 190 متر في المساحة كبيرة، يعني عطي لهم حرية ان هم يعملوا الديكورات اللي هم عايزينها. لكن لو المساحة صغيرة بيفضل بقى الجبسون بورد، وبيبقى يدوبك بس مستطيل او دايرة كده حوالين شاشة ال LCD، عشان خاطر طبعا المكان ما بيبقاش نافع ان نعمل ديكورات كتير. لكن هنا ما شاء الله طبعا المكتبة الخشب حلوة قوي. طبعا من الوان الدهانات اللي طالعه موضه اللون الباستيل، من الوان الهاديه وجميله وناس كتير بتحبها. طبعا غرف النوم يفضل اختيارها الوان بعيده شويه عن الريسبشن. طبعا اللون بالنسبه للالوان البيج او الكريمي عادي تتعمل في الريسبشن والغرف، بس اقصد لو حابه تدخلي الوان تبقى طبعا الالوان الزاهيه في الريسبشن، والوان الاوضه تبقى هاديه شويه. اللون البستيل ده يعني بيبقى افضل في غرف النوم والمعيشه عشان لون هادي كده ورومانسي. طبعا برضو ممكن في الريسبشن نعمل رسومات كده مميزه، الرسومات ال سي دي سوري 3 دي حلوه وطالعه موضه. ولو كانت الرسمه غامقه يبقى بقيت طبعا الحوائط فاتحه، وممكن برضو تختار ورق حائط. وممكن في كمان ورق حائط كده على شكل طابلوهات بارزة كده على شكل طوب او رسومات، بيبقى في منها بتبقى موجودة في محلات الديكور وورق الحائط، في منها الالوان الابيض، وفي شفت منها الكريمي وشفت الذهبي وشفت السيلفر وشفت النحاسي، شفت الوان منها كتيرة جدا حلو قوي. برضو
ممكن بنعمل منها طبعا يا اما العواميد لو في عمودين بس بارزين كده عشان نخلي المنظر بارز، او حيطة كاملة على حسب طبعا الرسم بره في الريسبشن ايه، لان هي دي طبعا خاصة بالريسبشن بس. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس، اكتبولنا في الكومنتات رأيكم في الشقة. هنكمل برضو نتفرج على الشقة، شوفوا الديكورات الخشب حلوة قوي في الحوائط وكمان اللون الرخامي. طبعا هي في كمان في الحتة في الحيطة اللي قصادهم مدخلين الستيل في الغرف النوم، الستيل طالع موضة جدا في السنين الأخيرة دي. شوفوا الحمام شيك جدا وبسيط قوي. طبعا انواع الدهانات كتيره، في اللي هي الدهانات المائيه والزيتي والبلاستيك والابوكسي والقطيفه. طبعا القطيفه دي طبعا بتفضل في الريسبشن، في منها كمان القطيفه في منها مط وفي منها لمعه كده شبه الجليتر او الشيمر. طبعا بتختاري حيطه واحده، طبعا مش الريسبشن كله برضو بنفس الدهانات اللي هو الشيمر ده، او بنختار برضو العواميد على حسب بقى هي اللي انت عايزه تبرزيها، العواميد ولا الحيطه. طبعا حلوة قوي وموضة. وفي دهانات الجير دي طبعا مش متفضلش قوي لانها طبعا بتبهدل المكان وما مش بتبقى تبع التوضيبات الحديثة، دي طبعا للناس اللي امكانياتها ضعيفة شوية. دهانات الزيت والليتكس برضو من انواع الدهانات، في ماركات طبعا مشهورة للحوائط اللي هي الجوتن والناشونال. طبعا غرف الأطفال بيفضل اللون البيبي بلو والأخضر الفاتح البستيل، الألوان الكناري الألوان دي حلوة قوي لغرف النوم الأطفال. الألوان الغامقة بقى اللي هي زي الزيتي والنبيتي والكحليات والأزرق والكافيهات الغامقة تفضل طبعا في الريسبشن. سيبكوا تتفرجوا معانا على بقية الشقة ومتنسوش تكتبولنا رأيكم في الكومنتات.